مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة، وبالضبط من أمام ثانوية بن عبدون هنا بمدينة خريبكة. مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في أينما كنتم مشاهدينا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. خوتي معنا غارديان ديال بيكالات اللي تيكونوا هنايا جنب هاد السور هذا اللي ديال الثانوية. هاد المكان خوتي اللي كتشوفوا أمامكم هنا كانوا تيكونوا هاد البيكالات، يعني مصدر الرزق ديال هاد السيد اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه منذ سنين. وهذا الشيء اللي غادي نسمعوا منه خوتي، وبالرخصه ديالو كيؤدي الواجبات ديالو. ولكن هنايا مشاهدينا من بعد تدخل جمعيه الاباء داروا واحد البارك داخل هاد الصورة هذا ديال الثانويه، ولاو كيدخلوا التلاميذ البيكالات ديالهم بالمجان، وهذا السيد بقى على برا كما تنقولوا خوتي، وتقطع الرزق ديالو، هو رب اسره ومن ذوي الاحتياجات الخاصه. هنا يا مشاهدينا توجه الرساله ديالو للمسؤولين يحسوا به، يشوفوا من حاله كيفاش سنين هذه هو كان هذا هو مصدر الرزق ديالو بالرخصه ديالو، وبالليل ونهار ما يدخل حتى درهم. ورب اسره، نعاود نكررها، رب اسره ومن ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا خليوكم معنا، غادي نعيط ليه خوتي وغادي نسمعوا منه التفاصيل شنو اللي خلاه بغى يوجه هذا النداء. وصلت للعظم اخوتي، وصلت للعظم. مزيان هنايا على حسب العلم ديالي، وكنسبق لينا اننا درنا مباشر مع جمعيه الاباء اللي كانت دارت هذه المبادره، هي مبادره زوينه، لكن المسؤولين يعني هنايا قالوا لهم الا حيدتوا حنا بغينا نديروا مساحه خضراء للجمعيه الطالبات، باش تكون هنا مساحه خضراء امام الثانويه، شي حاجه اللي يكون المنظر ديالها زوين، الوليدات الا كانوا كينتظروا باش يدخلوا ينتظروا في الكراسه ومساحه خضراء. هادشي كله مزيان طالبات به الجمعيه مشكوره، لكن فين كاين المشكل خوتي؟ هو ان البارك ما بقاش ديال بيكالات، هاد المساحه هادي، والمساحه الخضراء ما تدارتش. قال ربما مسكين هاد الغارديان حتى الا تدارت ديك المساحه الخضراء نخدم فيها ونطلبهم ونخدم فيها، وتكون عندي واحد الراتب ربما شهري نقدر نعيش به. دابا كنشوفوا لا البيكالات بقاو ولا المساحه الخضراء كاينه. اذا خليكم معنا نحاولوا نقربوا عند السيد وهو يشرح لنا. فلتذكير مشاهدي قناة شوف تي في، معنا هذا المواطن اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة ورب أسرة، اللي تيقول تقطع الرزق ديالي وحبس الرزق ديالي، لأن كنت أنا هنايا كنخدم، هنا كنت كنصور طرف ديال الخبز، من هنا كنت كنعيش وليداتي، من أمام هذه الثانوية كنت كناخذ درهم جوج، ومن عند هذا ومن عند هذا، واللي ما عندوش الله يسامح الحمد لله واكل شارب مع الوليدات. لكن هنا يا خوتي خليكم معنا نسمعوا منه المعاناة ديالو. مرحبا خويا، اجي حدايا. السلام عليكم. كي داير خويا؟ بخير، لاباس عليك؟ هانيه. مرحبا بك، بغيتي توصل الصوت ديالك وبغيتي تحكي لنا المعاناة ديالك، فمرحبا بك اخي، تفضل. فرح كل فرح. شكرا 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 كنتي ناديه. يعني حنا كنعرفوك غارديان ديال البيكالات، احكي لنا من الاول ومنين انت وانت غارديان. الاخت ناديه، انا واحد المده، غير هكا ناديه، انا واحد المده طويله تقريبا 98 اللي عندي في الرخصه، من 98 وانا كنت واجب بهذا المكان هذا، دازوا عندي اجيال، وكاع خريبكة راه كتعرفني، كاع كيشهدوا فيا الناس، خدموا في العمالات، في المحكمات، في الكوميسيريات، في البلديات، كلشي الناس كتعرفني بان سنين 98 درت الرخصه انايا، عطاه لي السكتاني رحمه الله، اييه، و 28 سنه، ودابا بغا يصب واحد الحديقه هنايا ها تما كتشوفوا فيها، ودخلوا البيكالات لداخل. منين انا دخلت لداخل قالوا لي لا السي ابراهيم، جا عندي السيد مودل هلالي حسن، وجا عندي السيد نوب ابراهيم، وجا عندي السي ناصيري جمعية الآباء الناصيري، قال لي السي إبراهيم العامل اللي دار معنا الاجتماع، قال لك راه ما غاديش نضيعك، بأنما غتجي عندي غادي نعطيك واحد الكيوسك
ولا غنعطيك هاد الحديقه تقابلها ولا غندير لك واحد الانعاش دائم. فرحت خرجت وانا عندي الوليدات. ماذا بيا هي ماذا بيا ما كاين حتى مشكل. مشيت عند العامل درت لي واحد الطلب بغيت ندخل عند مباشره قال غدير لي واحد الطلب عند كاتبه عمومي طلب قال لك مقابله. منين مشيت عند شي العامل جاتني طلب مقابله صيفطوا لي جاوبني ما دخلتش عندو جاوبني قال لك اودي هادشي اللي كطلب مني انا ما عندي حتى شي تدخل في هادشي هادشي ديال البلديه. مشيت البلديه توا دويت معاهم قلت لهم ندير عندي الرخصه وسنين وعوام وانا هنا كنقاردي وفي الاخر لاحوني بدون حجه ولا دليل. قال لك اودي هادشي كنا كنعطيو هذا الرئيس ديال البلديه قال لي اودي هادشي قال لي ديال الكيوسكات وهادشي ديال قال كنا كنعطيو المعطلين. قلت له شنو هو الحال دابا انا 22 سنه وانا كناكل في البرد هنا بلات لي الودن هاتي كتشوفي مديرها على السماعه ها هي ركباتني البروده ما عندي فين كنضر قالت ما كتشوفوا الدنيا كلها ما عاد الشمس كدوز الشتا كدوز عندي الوليدات والحمد لله انا الحمد لله واخا تشوفي الهم بعينيا انا كنشوف على الوليدات هم الوليدات هو اللي اثر فيا كما انا عايش الحمد لله. ودابا كنطلب من المسؤولين كيشوفوا بان ما هادشي اللي طحت فيه راه البيكارات هما كيدخلوا ما كتشوفوا في مختي راه كيدخلوا في الشام هما كيدخلوا في البيكارات اييه. وكنطلب من المسؤولين يشوفوا هادشي وكنطلب الله يطول عمر سيدنا وتبقى ايدنا في يدو في يدنا ويشوفنا كاع العلم. هادشي كتشوف الاخت نادر هادشي اللي داروا هاد الناس راه ما مزيان باش انا دي حبسي واحد شويه حبسي واحد شويه. دارك مباشر دار لا حيد ليا حيد لا فمي ما خلاش نهضر نحيد تحتاني ماشي مشكل واخا انا واخا خويا حيد 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 الفم ديال حيدو ماشي مشكل خذ راحتك كيما بغيتي تهضر مرحبا ما ديرونجا هاني ايوا هادشي اللي كنقول الاخت ناديه سنين وعوام وانا هنايا نادية قبيت الحياة شي نعاود مباشر غير هضر على كطلبي مني اختي نادية شي سؤال اخر سؤال باش كنطالب كنطالب انا بالتعويض ديالي ما كنبغيش انا الفلوس بغيت التعويض معنوي باش نكبر الوليدات الوليدات راه من نهارهم جاعوا من نهارهم تشردوا. انا جيت لقيت بيكارا صحاب من عام 22 سنه وانا هنا نهار جيت بان كاردي اول سنه قال لي راه حنا دخلناهم قلت لي ما شنو هو الحل قالك سي ابراهيم خرج خرجوني بالحيله قالك سي ابراهيم خرج سير هذا العام راه دار معنا اجتماع بان ما بغى يعوضك بغى يعطيك كيوسك بغى يدير لك واحد الانعاش دائم. ملي مشيت هذا العام كتبت واحد الطلب مقابله باش جاوبني سيد العامل قالك اسيدي شوف داكشي كيبقى ديال البلديه مشيت البلديه تما قالوا كودي داكشي ما عاد حتى الخولات صافي دخلوا البيكارات الداخل سي قلب على راسك. ودابا الحل الوحيد ما عرفتش انا كنشوف هاد المسؤولين كيعرفوني درت واحد الشو تي في ديك النهار راك حاضره لي اختي نادية انت اللي تكلمتي به ما كاينش اللي جاوبني ما كاينش اللي طلع عليا ما كاينش اللي قال هذا مالو. والحل الوحيد هي انا بعدا راني بخير عايش ويني باش عايش هكا عايش وانا كنخرج طلاوط خاطر كنبيع الميكا خاطر كنبيع الكارو وانا ما بغيتش داك الكارو مازال ندخل الريبه لوليداتي كنبيع الميكا ما كنصورش فيها انا هاد الخدمه اللي كانت دير بن عبدون كنت كنصور بها الفلوس ما عمرني شريت لولادي الكسوه نهائيا شحال من عام. تلاميذ مساكن الله يقلب عليهم ويقوي خيرهم هما اللي كيكسوا لي الوليدات يجيبوا لي الحويجات كيعاونوني على العيد كيعاونوني على الزكاه. عينك انت عايش مع الوليدات بزاف بزاف اخت ناديه بزاف الله يكثر راه كلشي خدم راه من 98 22 سنه. دابا ناض قال لي سي هلالي حسن وسي الناصيري وسي ابراهيم النوبة ما تدخلش. قلت له شنو هو الحل الوحيد قالك راه العامل دار معنا اجتماع بان ما راه بغى يعوضك باغي يعطيك واحد الكيوسك قدام بن عبدون ولا باغي يعطيك الحديقه اللي قدام بن عبدون تقابلها
ملي مشي لها السيد العامر قال لي هادشي ما كاينش، جاوبني صيفط لي رسالة قال لي هادشي اخويا تدخل ديال البلدية. مشيت البلدية تما قالك لا هادشي ما عندنا ما نديروك، سير اخويا اللي عطا الله عطا دقلوا البيكارات ديالهم سير قلب على شي شغير اخر. سنين وعوام هادي سنين وعوام. اللي انت هنايا كاردين. راه عندي الرخصة ها هي. هي واش هادشي الأخت نادية غادي نكذب فيه؟ والأمة كلشي كتشوفني كتشهد فيا غادي نزيد ولا ننقص؟ إلا زدت ولا نقصت نتعدم. فين عندك الإعاقة خويا؟ عندي إعاقة في رجليا وفي إيدي، برودة ديال هاد القنت هاديش. ها ما كاين فين الدار كلا على الشتا لا على الشمس من الصباح من السابعة صباح حتى السبعة ديال العشية. وانا هنا ما درت دار ما درت فلوس بنك ما والو. صافي المعيشه ديال الوليدات كانت ديالي دابا راه تقطعات الخطا مشات ليا الودينه هي بالعجاج ديما العجاج غادي جاي. ايوا الحل الوحيد اش نقولك الله يداوي الحال الله يداوي الحال. هاد الناس راه ما بقينا في قلوبهم ما شافوا بحالنا ما قالوا ابراهيم مسكين راه كان معانا سنين وعوام. ما شي بعدين هنا بعد شي اساتذه انا مبقاوش يقولوا السلام. ايه ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. رسالتك الاخيره ابراهيم. الرساله الاخيره هي عيش سيدنا وكنطلبوا من الله تبقى ايدنا وفي ايدنا ويشوفنا كاع العالم وانا راني عايش بخير واخا تشوفي الهم في عينيا هذاك عاهم الوليدات انا يا الطرفية. لا اله الا الله. اه نادية من نهار شتين في هذا الحال وتشوف نادية مسكينة نارها قادية نشاني في هذا الحال وتألمات وهي والله شهيد عليا استر الله استر الله استر الله الله يداوي الحال. فعلا اخويا ابراهيم من نهار شفتك فعلا وحكيتي لي القصه ديالك والمعاناه ديالك فعلا خاطري دارني من جهتك وهزه همك وكنطلب الله سبحانه وتعالى يشوف من حالك يا رب يشوف من حالك ويفتح لك بيبان الخير. هنايا مشاهدي قناه شوف تي في باش نديروا تذكير هذا ابراهيم خوتي اللي امامكم. ابراهيم رب اسره عنده وليدات شحال ابراهيم عندك الوليدات؟ عندي خمسه ما شاء الله وصلت عندي عنده خمسه ديال الوليدات رب اسره خمسه ديال الوليدات. منين كان كيشوفوا التلاميذ مساكن شام ساكن التلاميذ يعني تيشكروه تيحيوه تيقولوا لي تبارك الله على با ابراهيم. هنايا مشاهدي قناه شوف تي في عنده سمعه طيبه والتلاميذ تيحبوه. الله اكبر حسيتو بلاصتو؟ والله الا حسينا بلاصتو كيتعامل مع الدراري الدراري اللي ما عندهمش كيتعاون معاهم كيحطوا بيكالات كيقول لي ما اجيو ماشي مشكل نتعاون معاكم. والله الا نعم الرجل وهذا بزاف خير وكيتعاون مع الناس كيدير كل شيء زوين الله يخلينا با ابراهيم هادشي اللي كاين. لاحظتوا معايا مشاهدي قناه شوف تي في شهاده يعني من الشباب اللي تيشوفوه ديما هنايا منذ سنين تيحبوه لان الرجل طيب ابراهيم انسان طيب كما تنقولوا الفم بلا عار اللي عنده يخلص اللي ما عندوش الله يعاونه. وكذلك وجه الشكر للوليدات هنايا كاع التلاميذ قال لك انا كنت عايش معاهم بدوك الريالات اللي كيعطوني كيكسيو لي ولادي اللي عنده شي حاجه في الدار الحوايج كيجيبوها لي العيد كيتعاونوا معايا هادشي كله مشى مشى حيت ابراهيم ما بقاش هنا غارديان خوتي لان هنايا هذا المكان كما قلنا كان هو حارس ديال هاد الدراجات البيكالات دخلوهم خارج داخل هاد السور داخل المؤسسه يعني داخل الثانويه من بعد تقطع الرزق ديالو خوتي تقطع الرزق ديالو هنايا منذ سنين شحال من سنه ابراهيم 22 سنه هو غارديان هنايا بالليل ونهار نعم بالحجاج والدالي قال لي يعني كاينه الرخصه هنايا خوتي بالليل ونهار تقطع الرزق ديالو طلبوا الله سبحانه وتعالى يسهل عليه ويعاونه ونتمنوا يعني من المسؤولين عندنا 22 سنه هو غارديان بالرخصه ديالو بالليل ونهار صافي نجريو عليه راه ما يمكنش راه خاصو تعويضات راه خاصو البديل
البديل راه أسرة شرداط، راه ماشي إبراهيم بوحدو. قالك أنا عايش بخير، شوفوا مسكين ديك القناعة ديالو، أنا عايش بخير، هم الوليدات هو اللي هز هم الوليدات. راه ما يمكنش بالليلة ونهار نشردوا أسرة، راه ماشي إبراهيم بوحدو، راه أسرة. إذا هذه رسالة، نعم هذه رسالة للمسؤولين أنهم يبتوا في الملف ديال إبراهيم، وكلنا إبراهيم، ونتمنى إن شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى ييسر لك أخي ويفتح لك بباب الخير، وإن شاء الله نتمنى ويكون شي حل من عند المسؤولين أو التفاتة من عند المسؤولين، خصوصا 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 انك من ذوي الاحتياجات الخاصه. واش دابا انت في هذا السن هذا وبهذا الصحه اللي عندك، اللي انت من ذوي الاحتياجات الخاصه، نعطيوك فاس نقولوك سير توقف في الموقف؟ راه ما يمكنش اخوتي، راه ما يمكنش في هذا السن هذا حنا غادي نشردوا ابراهيم والوليدات والاسره ديالو. اذا بارطاجيو اخوتي، بارطاجيو التلاميذ والوليدات كاع اللي تيحبوا ابراهيم، ونتمنوا الرساله توصل للمسؤولين. فعلا ابراهيم قلتي واحد الكلمه، قلتي من نهار صورات ناديه، وربي شاهد عليا الا بقيتي فيا وبقات فيا الحاله ديالك، لان اكيد هذا مصدر الرزق ديالك وتقطع. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، كنتمنوا الرساله ديال ابراهيم توصل، وباش توصل خوتي عاونوا ابراهيم بالبارطاج، عاونوه بالدعاء، عاونوه بالدعاء اخوتي وبالكلمه الطيبه، لان نعم. فهنايا كنتواجدوا خوتي امام ثانويه بن عبدون، هنا معروفه بمدينه خريبكة، معروفه يعني امام. نعم قلتي لي شنو بغيتي تقول ابراهيم؟ تفضل. وانا دابا راني كنريح قدام دار الضم، كنريح تما تن صافي، عاود لبس هاد البلاصه وصافي. اما شو مسكين حتى الفم ديالو محنو، ما كيقدرش يهضر وداير الفم. حيدو اخويا وخذ راحتك، والله يشوف من حالك اخويا ابراهيم. تفضل. بقيت هنا حيت الاداره كانت خدامه واحد الوقت، اما دابا مقفله خلاص لا والو، بلات عباد الله كتخلص تيلي بوتيك. انا بقيت ملف هاد الاطفال، نبقى نجتمع معاهم ونبسط معاهم ونضحك معاهم. وهذا هو اللي كان الاخت ناديه. الله يسهل عليك. وشرف الله قدرك. شرف الله قدرك وجزاك الله بخير. الله يكبر بك اخويا ابراهيم، والله يسهل عليك، ان شاء الله نشوفك في احسن حال، ان شاء الله نشوفوا شي مصدر رزق ديالك اخويا ابراهيم. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من مدينه خريبكة، وبالضبط من امام ثانويه بن عبدون. نتمنوا الرساله ديالو توصل. شوفوا اخوتي، شوفوا كل واحد كيفاش تيحييه، كل واحد يعني هذا دليل على الطيبوبه ديالو، على حب المتبادل اللي عنده مع الوليدات. شكرا لكم.